بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لسكشن الكبسول والسيدز، ده سكشن مهم جدا في امتحانات الام سي كيو، ومهم برضه في امتحانات العملي، ولا يخلو منه اي امتحان ام سي كيو او امتحان عملي. الجارات اللي عندنا بتتقسم لجارات للكبسول و سبيسمن للروتس والسيدز. زي ما انتم عارفين اي نبات بيتكون من جذر وبذور وثمار، فالكبسول هي دي عبارة عن الثمرة بتاع النبات. كبسول يعني ثمرة. احنا عندنا ثلاث انواع من الكبسولز، عندنا البوبي كبسول او البابافير سومنيفرم كبسول او البابافر سومنيفرم كبسول، والمثال الثاني الكوليسينس كبسول، والمثال الثالث الداتورا كبسول. في كل نوع من الثلاثة دول عندنا انرايب او جرين طيب وعندنا دراي طيب. الجرين طيب دي طبعا هتبقى محفوظة فورمالين عشان ما تبقاش دراي، ففي كل نوع من الثلاثة عندنا مثالين، مثال جرين يعني محطوطة فورمالين ومثال دراي. ده اول مثال معانا السبيسمين اللي قدامنا ده الايه الانرايب. انرايب يعني غير ناضجة او جرين يعني زي الطماطم الخضراء كده لسه ما استوتش. انرايب جرين بابافر او بوبي سومنيفرم كبسول. لما اجي اوصفها في كل كبسول هنعلق على الشيب والكلر والايه والسايز، دول اهم ثلاث حاجات، الشيب والسايز والايه والكلر. لما اجي اوصفها اقول ان هي جلوبيولار ان شيب. جلوبيولار ان شيب يعني كروي بس منبعجه. جلوبيولار ان شيب يعني شكل كروي بس منبعج. Globular in shape, it is about 3 cm in length with crown at the top and pedicle at the base. لها تاج من عند القمة ولها عنق من عند الايه البيز. يبقى Globular in shape about 3 cm in length with crown at the top and pedicle at the base. It is whitish or grayish white or yellowish in color. It's outer surface بيبقى فيها longitudinal veins. الفينز دي بتبقى ماشي فيها البوبي جوس اللي احنا بناخد منه الاوبيوم، الكرود اوبيوم اللي بيبقى فيه الاكتيف انجريدينت اللي هو المورفين. الجوس ده بيبقى ماشي في اللونجيتودينال فينز دي على الاوتر سيرفيس. عشان اخد انا الجوس ده المفروض بعمل ترانسفيرس ستاريشن ات ذا اوتر سيرفيس زي ما انتم شايفين في الصوره اللي قدامكم دي تو اوبتين ذا اوبيوم الكالويد. المفروض ان انا باخد الاوبيوم ده باخده على كرتونه او على شاش. الاول هو نازل من الكبسول دي بيبقى لونه ابيض، لما بيتعرض للشمس بيبقى لونه بني زي الشوكولاته كده بالظبط. ده بيسموه الكرود اوبيوم او الاوبيوم الاوبيوم الخام. بالنسبه للاكتيف برينسيبال هي بتحتوي على الاوبيوم الكالويد. ايه هم الاوبيوم الكالويد؟ دول عباره عن 6 اكتيف انجريديان، 3 منهم انهيبيتوري و3 ستيمولاتوري. 3 انهيبيتوري اللي هم المورفين والكوداين والنارستين، وال3 الاستيمولاتوري اللي هم الناركوتين والبابافيرين والسيباين. السبيسمن اللي بعد كده اللي قدامنا ده الدراي بوبي كبسول او الدراي بابافر سومنيفرم كبسول، برضه تيز جلوبولار ان شيب اوف سمول اورنج ان سايز يولش براون ان كلر ويز كراون ات ذا توب اند بيديكل ات ذا بيز اند ذا سيدز ان سايد ار نون توكسيك. السيدز اللي بتبقى جواها بتبقى بتبقى نون توكسيك. اما بالنسبه للجرين او الانرايب بوبي كبسول اتس توكسيك لان هي بتحتوي على الكرود اوبيوم وكمان بتحتوي على السيد. السيد انسايد ار توكسيك لان لو انسان حصل عليها بياخدها وبيزرعها وبيطلع له بيطلع له النبات. يبقى الجرين انرايب بوبي كبسول دي توكسيك اند بروهيبيتد، يعني هي توكسيك ولو واحد اتمسك بيها هيتحبس. انما الدراي بوبي كبسول دي نون توكسيك اند نون بروهيبيتد. هي نون توكسيك لان هي ما فيش فيها اكتيف انجريديان اند نون بروهيبيتد، لو واحد اتمسك بيها ما يتحبسش وما ياخدش ما ياخدش عقوبه. ده جرين كوليسينس كبسول، دي ثمره نبات الحنظل.
لما اجي اوصفها اقول ان هي spherical in shape with smooth outer surface greenish in color of large orange size. الاكتف برنسبل از كوليسينسين، والكوليسينسين ده بيستخدم كدراستيك برجتيف. دراستيك يعني عنيف، وبرجتيف يعني لاكساتيف او كسارتيك يعني ايه مسهل او مليل. طالما قلت ان هو بيستخدم كدراستيك برجتيف يبقى الميديكال ليجال امبورتانس ان هو ايه بيستخدم في حالات الكريمنال ابورشن. السبيسمن اللي بعد كده ده مثال للدراي كوليسينس كبسول. دي دراي كوليسينس كبسول لما اجي اوصفها اقول ان هي سفيريكال ان شيب يوش براون ان كلر with smooth outer surface and of small orange size. ودي السيدز اللي هي كانت جوه الكبسول الموجوده قدامنا في الايه في الجار. نبات الحنظل ده يا جماعه بيتميز ان هو طعمه مر جدا، وده اللي ذكر في الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمن الذي يقرا القران كمثل الاطرجه ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران كمثل التمره لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرا القران مثل الريحانه ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرا القران كمثل الحنظله ليس لها ريح وطعمها مر. فالحنظله بتتميز ان ايه طعمها مر جدا. نبات الحنظل في كثير من الاماكن بينبت حوالين نبات النخيل، يعني نبات النخيل ده اللي هو بيطلع التمر، التمر ده طعمه مسكر جدا، سبحان الله الحنظل تلاقيه طالع حواليه كده في الارض، الحنظل ايه طعمه مر. وده اللي ذكر في الايه 6 من سوره الرعد اللي بتقول وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سبحان الله التمر طعمه مسكر جدا والحنظل مر جدا، والاثنين يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. بعد كده اللي قدامنا ده مثال للجرين داتورا كبسول. داتورا ده نبات الداتورا اللي هو نبات الايه الاتروبين اللي احنا بناخد منه الاتروبين. اما اجي اوصفها اقول ان هي اوفال ان شيب جرين ان كلر والثورنز ان اتس اوتر سيرفيس، عشان كده بيسموها الثورن ابل لان هي بتحتوي على شوك بالمنظر اللي انتم شايفينه ده على الايه على الاوتر سيرفيس. بالنسبه للاكتف برنسبل اللي فيها اتروبين هيوسين اند هيوسايومين، المفروض ان هي بتتكون من 4 كومبارتمنت هنشوفها لما نيجي نشوف الايه الدراي تايب. المثال اللي قدامنا ده مثال الدراي داتورا كبسول، احنا فتحناها لانها متكونه من 4 كومبارتمنت، كل كومبارتمنت بيحتوي على الايه السيدز اللي هي بتبقى جواه، كل كومبارتمنت يحتوي على حوالي من 250 ل 400 سيدز، برضه هي اوفال ان شيب يلوش براون ان كلر والثورنز ان اتس اوتر سيربس. امتحان ديفرنشال دايجنوزيس اوف اني تايب اوف كبسول، انا بكتب له امثله الكبسول الاخرى، يعني لو قال لي ديفرنشال دايجنوزيس اوف بوبي كبسول هكتب له الداتورا والكوليسنس، لو قال لي ديفرنشال دايجنوزيس اوف كوليسنس هكتب له البوبي والايه والداتورا وهكذا. امثله الكبسول اللي عندنا في المتحف هنخش بعد كده على امثله الايه الرودز. احنا عندنا مثالين للرودز، المثال الاولاني ده الاكونايت، ده الاكونايت رود، والمثال الثاني الجلب رود. الاكونايت رود ده بيتميز ان هو كونيكال ان شيب ويز رينكلز ان اتس اوتر سيرفيس. رينكلز دي يعني فرز او حفر بتبقى على الاوتر سيرفيس بتاع الاكونايت رود. بيتميز كمان ان الاوتر سيرفيس بتاعه دارك براون ان كلر، انما لو انا خدت فيه كات سيكشن زي ما انتم شايفين قدامكم كده بيبقى ايه كريمي وايت. الاكتف برنسبل بتاعه هو اسمه اكونايت، هيبقى اسمه ايه الاكتف برنسبل هيبقى اسمه اكونيتين، والاكونيتين ده عباره عن ايه ده كارديو توكسيك، بيعمل لي كاردياك توكسيسيتي، وده اللي اتقتل بيه عبد الحكيم عامر. هما بيقولوا ان القهوه اللي كانت قدام عبد الحكيم عامر كان فيها
اكونايت مطحون. والاكونايت بتميز ان هو لو سويتي تيست، فانت لو طحنته حطيته على القهوه اكنك ايه مزود السكر على القهوه ايه شويه. فهم بيقولوا ان القهوه اللي كانت قدام عبد الحكيم عامر كان محطوط فيها اكونايت ايه مطحون. اما اقول اكونايت اقول بعدها وايت، اكونايت وايت يعني الكات سيكشن بيبقى ايه كريمي وايت ان ايه ان كولر. المثال الثاني اللي بيخش الديفرنشال دياجنوزس مع الاكونايت روت الايه الجلب روت او جذر نبات الايه الجلبه بالعربي، بيتميز ان هو فيوزي فورم ان شيب. الاكونايت كان كونيكال ان شيب ويز نو رينكلز ان اتس اوتر سيرفيس. الاوتر سيرفيس بتاعه مبيبقاش عليه ايه ما بيبقاش عليه رينكلز. تميز كمان ان الاوتر سيرفيس والكات سيكشن بوست بيبقوا ايه دارك براون ان كولر، انما الاكونايت الاوتر سيرفيس بيبقى دارك براون والكات سيكشن بيبقى ايه كريمي وايت ان ايه ان كولر. الاكتيف برينسبل بتاع الجلب روت هو الجلبين، اسمه جلبي بالاكتيف برينسبل ايه جلبين، وده بيستخدم كدراستيك بارجيتيف يعني الميدوكليجال امبورتنس هتبقى ايه ان هو بيستخدم في حالات الكريمينال ابورشن. كده على الميديم سايزد سيدز. اول مثال عندنا الداتورا ستيرامونيوم سيدز. عندنا نوعين من الداتورا سيد، داتورا ستيرامونيوم وداتورا فاستيوزا. طالما ستيرامونيوم هيبقى لونها اسود، انما الداتورا فاستيوزا بيبقى ايه لونها يلوش براون ان كولر. هنبدا بالداتورا ستيرامونيوم. تيس كيدني شيب اباوت 3 ل 4 مليمتر ان دايمتر، يبقى تيس كيدني شيب اباوت 3 ل 4 مليمتر ان دايمتر بلاك ان كولر. هذا كونفكس بوردر ويتش از مميليتد. يعني ايه؟ يعني الكونفكس بوردر بتاعها بيبقى ايه بيبقى محبب. لو انت قربت من السيز هتشوف الايه المميليشن ده. الاكتيف برينسبل بتاعها الاتروبين والهيوسين والهايوسايامين. الداتورا فاستيوزا سيدز مش هتفرق كتير عن الاسترامونيوم الا ان هي ايه لونها يلوش براون ان كولر. يبقى تيز ميديم سايد سيدز كيدني شيب 3 ل 4 ملم ان دايمتر يلوش براون ان كولر. الاوتر سيرفيس بيبقى كونفكس وبيبقى عليه ايه مميليشن، بس المميليشن بتبقى في الاسترامونيوم واضحه عن الايه عن الفاستيوزا. الاكتيف برينسيبال الاتروبين والهيوسين والهيوسامين، والاثنين بيخشوا الديفرنشال دياجنوزس مع بعض. لما يقول لي الديفرنشال دياجنوزس بتاع الداتورا ستيرامونيوم هقول له الداتورا فاستيوزا والايه والاونيون سيدز. لو قال لي ديفرنشال دياجنوزس اوف داتورا فاستيوزا سيدز هقول له الداتورا ستيرامونيوم والايه والكابسيكم سيدز. سيدز الاونيون سيدز دي بتخش في الديفرنشال دياجنوزس مع الداتورا ستيرامونيوم سيدز، بتتميز عنها ان هي الريجولار ان شيب ويز مالتيبل بروجكشن اند ات از ايه اوديبل. اوديبل يعني ممكن تتاكل. يبقى هي بتتميز عن الاسترامونيوم ان هي الريجولار ان شيب ويز مالتيبل بروجكشن. دي الايه دي الاونيون سيدز. والكابسيكم سيدز اللي هي بذور نبات الشطه او الفلفل دي بتخش الديفرنشال دياجنوزس مع الداتورا فاستيوزا سيدز، بتتميز عنها ان هي flattened and circular يعني ملهاش thickness و ان ايه it is circular in shape with pointed end. يبقى الكابسيكم سيدز بتتميز عن الداتورا فاستيوزا ان هي flattened circular with pointed end. والاكتيف برينسيبال كابسيسين. الاكتيف برينسيبال ايه كابسيسين. لو قال لي differential diagnosis of capsicum seeds هقول له الداتورا فاستيوزا والداتورا ستيرامونيوم. لو قال لي differential diagnosis of onion seeds هقول له الداتورا ستيرامونيوم والداتورا ايه فاستيوزا. بعد كده اخر مثال عندنا من الميديم سايز سيدز هو الكنابز سيدز، بذور نبات الحشيش او الايه او البنجو. تتميز ان هي ميديم سايز سيدز يلوش وايت اور جريش وايت ان كولر. تيز اباوت من 3 ل 4 ملم ان دايمتر. واهم سؤال عليها الايه الاكتيف برينسيبال. الاكتيف برينسيبال بتاعها دلتا 9 تترا هيدرو كانابينول. دلتا 9 تترا هيدرو كانابينول. يبقى الكنابيس سيدز بتتميز ان هي اليبتيكال ان شيب اباوت من 3 ل 4 ملم ان دايمتر يلوش اور يلوش جريش ان كولر. الاكتيف برينسيبال دلتا 9 تترا هيدرو كانابينول.
كده احنا خلصنا امثله الميديم سايز سيدز، هنخش على السمول سايز سيدز. احنا عندنا مثال واحد اللي هو الايه، البوبي سيدز. البوبي سيدز دي بتبقى عامله زي الرمل بتاع المصيف بالظبط، او عامله زي الايه، زي السمسم. تتميز ان هي سمول سايز سيدز، كيدني شيب، يلوش وايت اور جريش وايت ان كلر. الاكتف برينسبل اللي فيها تريس اماونت او فيري تريفيال اماونت، كميه قليله جدا من الاوبيوم الكالويد اللي هم السته اللي قلناهم في الكبسول، ثلاثه الانهبيتوري اللي هم المورفين والكودايين والنارستين، ثلاثه الاستيمولاتوري اللي هم الناركوتين والبابافيرين والسيباين. بنقول ان الاكتف برينسبل اللي فيها كميه قليله جدا ما تعمليش توكسيستي، عشان كده هي نون توكسيك. لو واحد كلها ما تعملوش توكسيستي. And prohibited ليه؟ ان لو واحد خدها او واحد اتمسك بيها يروح يزرعها، فلو زرعها طلع له النبات، عشان كده هي prohibited. لو واحد اتمسك بيها يتحبس او هيتقاضى. وين روستد كانت بي cultivated، يعني ايه روستد؟ يعني اتحمصت. لو اتحمصت يبقى الجنين اللي جواها مات، يبقى مش هينفع تطلع نبات او مش هينفع تزرع. عشان كده لو واحد اتمسك بيه وهي متحمصه ده ما بياخدش عقوبه وما بيتحبسش، يبقى هوين روستد كانت بي كالتيفيتد. عشان كده هم بيعملوا لها لما بتبقى روستد بيحطوها على انواع كتيره من الطعام، بتبقى عامله زي حبه البركه كده.